في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في البصرة، أطلقت الأجهزة الأمنية حملة شاملة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة والقضاء على السلاح المنفلت الذي يشكل تهديداً للأمن والسلم المجتمعي. بدأت عملية تسجيل الأسلحة في شهر آذار من هذا العام بتعاون قيادات الشرطة في كل المحافظات مع المواطنين. الحمد لله بدأ قبول من المواطنين في تسجيل قسم من الأسلحة، ولا زال العمل مستمر لحد الآن. بالنسبة لتسجيل الأسلحة ولنهاية الفترة الزمنية لتسجيل الأسلحة لغاية 31/12/2024. وفي هذا السياق دعا مسؤولون في وزارة الداخلية المواطنين والعشائر إلى التعاون الكامل مع السلطات الأمنية، وذلك من خلال تسجيل الأسلحة غير المرخصة وتسليمها إلى الجهات المختصة. لتأتي هذه الدعوة في ظل تزايد الحوادث المرتبطة بالسلاح المنفلت والتي أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا وتعريض حياة المدنيين للخطر. ضمن سياسة اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة هي عدة إجراءات. الإجراء الأول إيجاد بنك معلومات وحصر الأسلحة التابعة إلى المؤسسات والوزارات الحكومية. الإجراء الثاني هو تسجيل الأسلحة الخفيفة كحيازة لكل مواطن من حقه حيازة قطعة سلاح واحدة في المسكن. السلاح حددناه هو المسدس أو البندقية الآلية أو بندقية الصيد. المهم من الموضوع أن نكون مؤمنين أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة. الفكرة الأساسية أن نشيع إلى ثقافة حصر السلاح بيد الدولة. بعدها المرحلة الثانية تأتي مرحلة إيمان المواطن أن يكون السلاح بيد الدولة، وراح تكون المعالجات بمقدار على أساس يعني من أمن العقوبة على أساس الأدب. إذا حملنا هذا الموضوع، من تحمل موضوع حصر سلاح بيد الدولة على مدى العقوبة، فراح يكون عندنا شيء آخر، أنه أنا كمواطن راح أتحمل مسؤولية حياة السلاح مشروط بموافقة الدولة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تأتي في وقت حساس تشهده محافظة البصرة، حيث تسعى السلطات إلى تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة وتوفير بيئة آمنة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين. من البصرة مصطفى الشمري، التغيير الفضائي.